يمكن آخر المشاهد كانت لمهارات فريق ريال مدريد، وهذه هي المهارة بلمس كل عاشقي ريال احتفوا بصناعة كوردوا للهدف والتعادل مع فالنسيا بعد أن تمكن كريم بنزيما استغلال فرصة كورتوا. هذا سنشير إليه مع محللنا اليوم عوض العبيد. أهلا بك سعيدين بك. أهلا بك يا حسام ومرحب بالمشاهدين، إن شاء الله نستطيع أن نقدم المزيد. نبدأ من حيث انتهيت، ريال وفالنسيا تعادل مثير. الريال في اللحظات الأخيرة استطاع أنه يدخل الكلاسيكو بروح كبيرة. نعم، هو الجميع او انصار ريال كانوا يتوقعون انه الريال يستغل فرصه تعثر برشلونه بتعادل الاخير واحتلال الصداره قبل الكلاسيكو، ولكن ذلك لم يحدث لان فالنسيا ليس بالفريق السهل، فريق منظم وادى شوط ثاني مثالي. يمكن الشوط الاول كان سيطره كامله لفريق ريال مدريد، اضاع عدد من الفرص، شفنا يعني توليفه عناصر جديده او توليفه مختلفه في عدد من الغيابات لريال مدريد، شفنا ناتشيو بيلعب في الطرف الايسر، شفنا غياب لمارسيلو لميندي لكازيميرو لعدد من اللاعبين، مبدا المداوره اللي بيتخذه دائما زين الدين زيدان في الفتره الماضيه. نعم. هدف كما ذكرت يعني في الدقيقه 94 في اخر ثواني المباراه من كريم بنزيما بصناعه للحارس كورتوا اللي خرج لحظه يعني حصول فريقه على ركله ركنيه، خرج واضح انه كان عنده حس خلينا نقول عالي جدا انه كان توقع انه ممكن ان يسجل الهدف، وفعلا ده بيوريك انه قيمه اللاعبين الكبار، يعني مثال الحارس العظيم الاسطوره كورتوا اللي صنع الهدف لفريقه، يعني ده سلوك خلينا نقول احترافي عالي جدا انه اللاعب يخرج حارس يخرج في مثل هذه الظروف ويستطيع انه يفوز او يساهم في انه فريقه يصل الى مبتغاه، وهدف يمكن تعادل بتعمل الفوز من كان انصار ريال غير ذلك، ولكن في النهايه ان تحقق تعادل في الدقيقه 94 ده معناه انك حققت الانتصار، يعني اقرب الى الانتصار. ده بيخلي الفريقين مساويين في النقاط 35 لكل في انتظار الكلاسيكو المثير في الفتره الجايه. نعم، اجواء الكلاسيكو يعني دائما تسخن، والحديث على الكلاسيكو يسخن قبل انه يدخل الفريقين الى ارض الملعب ويستقي الريال والبرشا والريال.